بسم الله الرحمن الرحيم. أنا برحب بحضراتكم جميعا وبالمنصة الكريمة، الأستاذة الدكتورة سجوان سلامة، الأستاذة الدكتورة أمينة، الأستاذة الدكتورة أماني عمر، الأستاذة الدكتورة علياء عبد ربه، الأستاذة الدكتورة هبة وجيه. طبعا أغلب الحاجات اللي هتتقال في دلوقتي هي كلها اتغطت تقريبا في السيشن بتاع مع المحاضرة الرائعة الدكتورة هبة والدكتورة أمينة، ربنا يكرمكم. فاحنا هنناقش بعض الحاجات البسيطة، وياريت الفلور يشاركنا، ولو في حد عنده أي سؤال يكتبه في ورقة ويوديها عند مستر مينا على الكمبيوتر وهم يجيبوه لأساتذتنا. دي فرصة نستغل أساتذتنا، كلهم لهم خبرة كبيرة في الألرجي والإميونوثيرابي. البوينت الأولانية السايز أوف ذا بروبلم، حوالي 20% من البيبل عندهم ألرجي at same time of their life، ودي نسبة عالية جدا، ان نلاقي 20% من الناس عندهم allergy. حوالي 10% من الانفانت will have a food allergy. About 10% of children developed eczema. الهوسبيتال ادميشن من الانافلاكسيس زادت في الفترة الأخيرة برضو جامد، والكلينيكال سبيكترم طبعا بيتراوح من انه حدث تبقى مايلد لايف ثريتنينج انافلاكسيس. هل بقى الالرجي دي يعني تستاهل ان احنا نجيب اساتذتنا من المنصوره في المشوار البعيد ده هو ونعمل سيشن كامل ساعتين عليهم؟ هل دي هارمفول ولا هارمليس؟ ايه راي حضراتكم؟ إيه الفلور؟ هارمليس يعني شويه اتشنج، شويه سنيزنج وخلاص، ولا الحاجه ابعد من كده، الالرجي ابعد من كده؟ نشوف راي استاذنا الدكتوره سوزان. استاذه دكتوره سوزان اتفضلي. الحقيقه الاول بتشكر جدا الدكتوره امينه والدكتوره هبه على المحاضرات، محاضرات جميله جدا، وتحتاج ان احنا هنسالهم هم تاني اسئله كتيره بره البانل بتاع الدكتوره علي. لكن بالنسبه ان الالرجي هارمفول ولا هارمليس، طبعا هارمفول الاكتر، ان الواحد يبقى عنده الرجي بالذات الالرجيك راينايتس، الازمه، السكين الرجي، يعني اللي عنده الرجي ما هوش عنده الرجي لحاجه واحده، عمره ما واحد بيبقى عنده ازمه بس، هو عنده ازمه الرجيك راينايتس في الغالب، ازمه الرجيك راينايتس وسكين ليجن، عمره ما هيبقى الحاجه واحده، فهي هارمفول ده اكيد. ان احنا ندخل لمراحل من الالرجي من السيفيريتي بتاعتها، ان احنا ندخل في انافلاكسيس وممكن ان الناس تموت منها، ده هارمفول ما فيش كلام. لكن لو احنا على قد بس ان انا عندي كومبلين، البرفورمانس بتاعي مش كويس، انا صاحيه مصدع، عندي على طول الرجيك راينايتس، عندي هيديك، انا ما نمتش كويس بالليل، يبقى البرفورمانس بتاعي في الشغل مش كويس، او ان انا عندي فيه ابسنتيزم، انا بغيب من شغلي او الطالب بيغيب لمجرد ان هو الرجيك، يبقى اذا الالرجي دي حاجه هارمفول. الحته الثانيه اللي انا عايزه اضيفها ان هو قد يكون هارملس برضه. يعني بمعنى ايه؟ اني انا لما بتعرض لالرجي في دلوقتي زي هايبوثيسس كده او في ثيوري بتقول ان احنا نتيجه ان احنا بقينا في بعض الاماكن، يمكن احنا في مصر لسه مش داخلينها قوي دي، لكن في بعض الاماكن نظيفه زياده، معقمه زياده، ما انا مش متعرض فيها لتراب ولا مايتس ولا بولينز ولا اي حاجه، فهنا بيبقى فيه بيقول لك ان انا عندي يعني ايه عدم تعرضي للاشياء دي يبدو انها هارملس، يعني انا احسن ان انا مش بتعرض وبالتالي ما عنديش الرجي، لكن انا فقدت الانتي بوديز اللي انا ممكن اكونها. يبقى انا هنا برضو ده في حد ذاته يمثل خطور، مفترض ان احنا نتعرض لبعض الالرجيز حتى علشان نعمل مستوى سنسيتايزيشن، مش لازم ابقى الرجيك بقى، مش لازم ابقى عندي كومبلين وعندي سيمتومز وعندي اعراض، لكن عندي امكانيه حدوث السنسيتايزيشن والتعرض للاشياء ده. يعني الهايجينيك هايبوثيسيس بيقول لك الهاي هايجين وعلى طول الكنترول والكلور والتنظيف ده الى حد ما قد يكون مع الوقت هارمس. شكرا لحضرتك. طبعا زي ما قالت استاذتنا الدكتوره سوزان ان الالرجي دي هارمفول طبعا، وكلنا تابعنا في السوشيال ميديا الاسبوعين ثلاثه اللي فاتوا الحاله بتاعت مستشفى الرمد في القاهره اللي حصل لها انفلكتد رياكشن وفيتال وضايد من فلورسين ضاي في الاي. وانا في اخر الجلسه ليا سؤال للمنصه الكريمه على النقطه دي، هنشوف اجابته ايه. قبل ما نعديها دي دكتور علي، بالفعل يعني لازم ننبه بتوع الرمد. انا الحقيقه انا شفت بالحالات دي مثلا اربع حالات بيجي هيموت، بيموت، بيبقى يدخل فلكسز سفوكيتد، والمصيبه لو في طفل مثلا بيحطوا له قطره للتوسيع او في قطره معينه انا مش عارفه ايه اللي بيحطوه بالظبط، قطره للتوزيع، بيجي الطفل سفوكيتد وسيانوزد وبيموت
من قطرة، فدي برضو حتة مهمة جدا جدا نلفت نظر ليها بتوع الرمض وحتى الدكاترة، يعني ما يقولش الأول مرة، وممكن يكون ده الأول مرة حتى لو هو عنده هيستوري بسيط جدا الألرجي فيتال كونديشن، ودي شفتها في كذا حالة. تمام. السؤال عشان الناس، يعني الموضوع ده عمل يعني بانيك للناس والدكاترة نفسهم، يعني أعتقد أن المكان ده قال لك خلاص أنا مش هعمل الصبغة، ودي حاجة هتضر بناس كتيرة لأنها حاجة مانداتوري وأساسية. فالسؤال، أي حد أليرجيك جاي، حضرتك لسه بتقولي قطرة ممكن ما تكونش، يعني إحنا الصبغة عارفين كلنا أنها وارد تعمل، لكن السؤال بقى دكتورة أمينة ودكتورة هبة، حضرتك هتقولي ريكومند إيه في الحتة دي لكله؟ هو فعلا زي ما قالت الدكتورة سوزان، هو حاجة مهمة جدا. دكتور الأبصري للأسف بيتعلم معنى إيه، يعني هو لازم يبقى فاهم، يعني أخواتنا بتوع الراديولوجي وهم بيعدوا الصبغات بتاعت مثلا بيعمل سيتي وصداي ومش عارف إيه، هو متوقع أنه ممكن يحصل منه مشكلة ومجهز نفسه، مجهز نفسه يعني عنده الحاجات اللي يتعامل معاها بساعتها. انما بتاع الاوفثالمولوجي مش متوقع، هو بيديها عشرات الالاف من المرات عمره ما بيحصل له حاجه، لازم هو برضه يبقى معاه كل الريفرسال فاكتورز اللي يقدر يعالج بيها في ساعتها. انا شرح في سلايد منهم، يدي ادرينالين ويدي كل، مش يعني ما اقعدش استنى كده الله طب هعمل ايه، طب وبعدين بقى ايه نبتدي نجيبها من بيلف حول راس الرجاء الصالح زي ما بيقولوا، يعني المفروض ان هو يبقى جاهز. لا هو بيجي يعمل ايه، يعمل ريسسيتيشن ويدي، يعمل سيفتي اير واي ويعمل امبو باج، وينسى ان هو كان المفروض يدي ادرينالين في ساعتها، يعني بيعدي معاه وقت طويل في 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 ريسسيتيشن رونج. تمام. لا يبقى معاه كده بوكلت اتصرف بالطريقه الفلانيه لو حصل كذا. برضو على فكره بتحصل مع الدنتست في بعض الامور، هم مش اورينتد ببقيه الميديكال باك جراوند اصلا، هو شغال تكنيشن، يبقى فاهم برضو ان هم بيحصل معهم بعض الحاجات، هم بيدوا اللوكال انستيزيا يحصل معاه حاجه زي كده. تمام. يبقى فاهم برضو ان انت معاك ست كده صح، وممكن يفضل حاططها طول عمره سنين ما استعملهاش، لكن بيبقى لازم يبقى عارف، لان ممكن يحصل مره حاله ويندم عليها بقيه عمره. دي ده الكومنت بتاع القصه دي. ان مفروض كلام حضرتك ده اللي هو انا حصل وانا لازم اكون جاهز، وده لازم يكون جاهز في اي سنتر في الدنيا او اي حتى مكان عياده حتى، طالما انه بيدي حاجه. لكن انا اللي بتكلم عليها، هل حضرتك في اي، يعني دايما لا، يعني هم بيلوموا مثلا السنتر ده انت ما عملتش تيست للصبغه، ما هو دي النقطة اللي احنا عايزين نقولها. هي النقطة دي يا دكتور أماني، هي أنا كنت بعد إذن حضرتك وكنت مخليها آخر سلايد، بس هبدأ بيها دلوقتي. النقطة بقى اللي عايز رأي حضراتكم فيها، Is it essential to do sensitivity test before giving drug or dye in the presence of questionable validity of this test؟ بمعنى إن احنا، أنا مثلا بكتب أحيانا حقن سيفة ترياكسون لطفل، بيروح الصيدلي بيعمل obstruction يقول الأم لازم تعملوا له اختبار حساسية، فهل انا كل ما ادي حقنه، اي حقنه مثلا كيفالوسبورن، اعمل اختبار حساسيه ولا لا؟ وخاصه ان كل الناس بتقول ان لو انا عملت اختبار حساسيه مش لازم، لو طلع نيجاتيف ممكن الطفل يحصل له هايبر سنسيتيفيتي، ولو طلع بوزيتيف ممكن ما يحصلوش، يعني هي مش حاجه اكيد ان ده هيحصل له ولا لا. برضه لو استعملنا اي داي للصبغه اللي احنا بنعمل سي تي على طول، بنعمل حاجات زي كده بتحتاج داي، هي لازم اعمل زي الحاجه دي ولا لا؟ السؤال الثاني اللي هو ملحق بيه، ايه بقى الميديكال ليجال ريسبونسابيلتي بتاعنا احنا، وانا وخاصه ان ممكن تحصل حاجات فيتال من حقنه من ابره مثلا، فهل في ميديكال ريسبونسابيلتي عليا وانا لازم اعمل لكل حد حاجه اعملها ولا لا؟ فانا عايز راي حضراتكم فيها، وبرضه اساتذتنا الفلور لو في حد عنده خبره يشاركنا في الاجابه. هو بيزيكلي الالرجي از ان اكسبكتد، لازم نعترف ان الالرجي از ان اكسبكتد، وممكن يكون اي حد متعرض لهذا المولكيول فور ذا فيرست تايم ان هيز لايف،
فإنك تبقى expecting إن العيان عنده allergy معنى كده إن أنا كل العيانين اللي في الدنيا اللي بيعملوا أي procedure في الدنيا أو هياخدوا أي drug في الدنيا كلهم هعمل لهم sensitivity test وده ما بيحصلش. فإحنا لو العيان الحاجات طبعا الانتيبيوتكس اللي معروفة وليها sensitivity test دي لازم نعملها, دي precautions وموجودة وشركة الدواء المصنعة بتقول. إنما for example الدايز زي الفروسين زي الحاجات اللي بنعملها لو العيان ما عندهش أي history of allergy مش المفروض إن أعمل sensitivity test ليها, لكن لازم أكون ready وقلتها في السيمينار مرة واثنين وثلاثة بالanti-allergic kit تمام أو الemergency kit اللي لازم أنا بستخدمها. وإن أقول إن أنا أديت العيان ستيرويد وأنتي هستامين it is wrong. Management of anaphylaxis نتيجة الألرجي should be epinephrine, vasopressor, ensure airway patency and ensure إن عندك venous lines موجودة. فميديكو ليجالي المفروض إن هي السندكات بتاعتنا النقابة بتاعتنا تخلي دايما العيان يمضي consent. لازم كل الناس تمضي consent إن وجود ألرجي ده حاجة موجودة وريزنبل وبتحصل. ولو حصلت اي حاجة تمضي كونسنت دكتورة علياء, يعني لو انا كاتب انجكشن انتيبيوتكس انجكتابل انتيبيوتكس حضرتك في احنا اشتغلنا في المانيا حضرتك اي حد داخل الاشعة لازم يمضي كونسنت. انا بقول له والله ان في نسبة المعرفة حضرتك يعني بتمنع عننا مشاكل كثيرة. ان بقول للعيان قبل ما بيدخل بيعمل حاجة عشان عينيه, بيدخل بيعمل انجيو بالمونري انجيو, انا بديله كونسنت بقول له حضرتك في فرصة 1% ان ممكن حضرتك يحصل لك الريسك ده, ولو حصل الريسك ده I'm ready بالإمرجنسي كيت بتاعتي تمام. اما هيمضي انا كده حميت نفسي ميديكال ليجالي. فوجود الكونسنت دي مش عارفه ليه احنا مش بنستخدمها, انما المفروض تبقى موجوده في كل السنترز اللي بتعمل اي حاجه انفيزيف وبتستخدم فيها حاجه الرجينك تمام. هو برضو يعني استكمالا لكلام أساتذتي, احنا زي ما قلت في المحاضرة ان السكين بريك تيست رير انه يعمل انافلاكس, ومع ذلك لازم يتعامل في مكان مجهز انه هو لو حصل انافلاكسس تبقى انت ريدي انك انت تتعامل معاه. يعني على الرغم من ان هو نادرا ما بيعمل, يعني الدراسات كلها قالت ان هو يعني في دراسات كبيرة اتعملت واحنا في شغلنا ما عملش معنا انافلاكسس خالص, ومع ذلك مكتوب ان هو لازم يتعامل في مكان تبقى جاهز فيه بعناية مركزة وابنفرين وكل التولز تبقى موجودة معاك. يعني دي نقطة برضو أنا كنت نسيت أنوه عليها في المحاضرة. فحتى لو الأنافلاكسيز رير لازم تبقى جاهزة, عشان كده احنا ما بندهوش في الحوامل, ما بنعملوش في الحوامل على الرغم من ان هي رير برضو, لان في روح تانية كمان ممكن نفقدها. فعلشان كده الأولى ان احنا نتجنبه في الحوامل, احنا مش مضطرين ليه ومش إرجنت ان احنا نبدأه في حاجة زي كده على الرغم من ان هو رير. ومع ذلك السيفتي متحتم ان انا ما اعملش سكين بريك تيست غير في مكان جنب عناية مركزة وجنب التولز بتاعتي تبقى كلها جاهزة. هو أنا بس استكمالا في الحتة قالتها الدكتورة علياء, هو إحنا متفقين أي intervention يبقى فيه consent, بس هي المشكلة بقت دلوقتي إن ممكن زي ما قالت الدكتورة سوزان قطرة ممكن تكون antibiotic, ممكن antibiotic بتستخدمه احنا بنستعمله ديلي في ديلي يعني مش كل حقنز بتاعها. هو السؤال يا دكتور دكتور علي بقى اللي احنا محتاجينه بقى في الميديكو ليجل, ومعانا طبعا زملاء كويسين يعني من الطب الشرعي والحاجات القانونية, هل انا كل مريض هيدخل وهو مجرد عمل ادميشن انا هاخد منه كونسنت على ان هو موافق على الميديكيشن اللي ياخدها ورغم وجود احتماليات سايد افكت او كده؟ ما احنا لو دخلنا في كده يبقى هنحتاج كونسنت على حتى طول المريض يعني. ما هو الدول الاوروبيه اكشوالي كده, المرور اللي احنا بنعمله يوميا او اسبوعيا على العيان المفروض ان انا بفهم العيان انا هديك الدراج A والدراج B والدراج C. دراج A احتماليه ان يسبب لك الرجي 1%, ده 1 في المليون, ده 1 في الألف. فا اكشوالي هو المفروض ان احنا بنعمل كده. يا جماعه احنا it is unexpected, ممكن تبقى عندها ناس حساسيه زي ما قلنا العصير جوافه, يعني it is as simple as عصير جوافه اي حاجه, ما هو ممكن مش نفس العصير ممكن يكون الماده الحافظه اللي فيه. فهو اكشوالي بدام العيان دلوقتي تحت رعايتي فانا المفروض اني انا بقعد مع العيان بفهمه بروتوكول العلاج سواء ده علاج ازمه او علاج سي او بي دي او برونكيتسز او نيمونيا, بفهمه ان هذا هو العلاج والعلاج له من المخاطر
كذا ومن الإفادة كذا، وإن إحنا بنقيس الفايدة والمخاطر والعيان المفروض إنه بيوافق على البروتوكول. هو بالنسبة للشق الأول بتاع أنا كنت متعود أخد حاجة معينة والوقتي بدأت تعمل ألرجي، يس الديفينيشن بتاع الألرجي إنه هو acquired reaction، أصلا هو يجي عند مرحلة معينة يحصل مشكلة. ليه؟ لأنه هو أنا باي تايم هو الحاجة دي بقت تحولت إلى هابتن، أنا عمال باخد فيها عادي وما كانت عبارة عن كيميكال ماتيريال وليست ضرر، ليست ما تعملش أي مشكلة، لكن بدأت تتحد مع البلازما بروتين وبدأت تكون كومبلكس اللي هو بنسميه هابتن، وتبتدي تعمل ضدها سبيسيفيك اي جي وفجأة يحصل حساسية. وانا كنت طول عمري باخد مثلا السيفالوسبورينز وما كانش في حاجه وفجاه حصل حساسيه. لا اتس وايز ان قبل كل البرينترال بالذات اللي بنخاف منه، لان هو اللي هيحصل في خلال ثواني بيبقى قاتل، لازم نعمل له اختبار حساسيه. انما الاورال مش منتظر منه يعمل مشكله، مش منتظر. بالنسبه للشق الثاني الكونسنت، هو الهدف من الكونسنت يعني هو انا علاقتي مع المريض ان انا مش عايز احمي نفسي، لا انا عايزه الخير للمريض، هو مش كده. هو طبعا مهم ان احنا نحمي نفسنا، يعني احنا يبقى في فيلوسوفي اوف ساينس، كل الخريجين بتوعنا اللي هم بعاد عن الميديكال فيلد اللي هم بالذات بيشتغلوا حاجات جراحيه، لازم اعلمه حاجات معينه كده وتبقى بروتوكول يصدر من الوزاره. انت هيحصل لك مع بتوع الاشعه خلاص عدوا المرحله دي وعارفين، الفنيين عارفين، انما ممكن تحصل، هي دي حاجه نادره جدا طبعا نحصل مع الحاجات الاي دروبس. يعني الاي دروب ده اصلا حاجه صغيره، هي الكميه اللي بعمل بها اختبار حاجة صغيرة جدا، يعني حاجة مستحيلة يعني. يعني حاجة يعني مأساة يعني. بس وهو مش تريند عليها وماهوش مالوش فيها يعني. لازم بيبقى معاه هو معاه كتيب صغير، بوكلت صغير كده، خلاص طالما حصلت مرة خلاص ده نقطة وبنقف وبنوزع على كل الناس اللي بتستعمل أي حاجة. يا جماعة أنت معاك الحاجات دي موجودة عندك في العيادة الخاصة بتاعتك أو في المجمع بتاع المكان اللي أنت فيه، وبتستعملها في ساعتها هتنقذ المشكلة وهتبقى ما فيش أي مشكلة هتحصل معك وتعيش بيها كده، وخصوصا اللي هم بعاد عن الفيلد بتاع الميديسن، لأن هم مبقاش فاهم هو إيه اللي حصل ويتلبخ وهي أول 5 دقايق دول أهم 5 دقايق. لو هو تدخل فيهم من البداية ما بيوصلش للمراحل اللي بعدها. تمام؟ بس ده ردي. اما الكونسنت يؤخذ فقط في الحاجات اللي احنا مشهور عنها كومبليكيشنز، يعني مثلا انا هدخله عمليه جراحيه ومشهور ان لها مشاكل ومضطر اعمل العمليه، انا مضطر اعملها لان عايز مكسب اكتر من ان انا لو ما عملتهاش، ده كده اخد كونسنت. انما لا يؤخذ كونسنت في ميديكيشنز مش معروف عنها مشكله، يعني ده مش ما عندناش في العرف بتاعنا ان ناخد كونسنت منه ان انا وانا بكتب له علاج. تمام؟ الا لو حاجه يعني شهيره قوي 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 يعني، ما يعني ده مش لكن الاحسن يعني الافضل ليا ابقى عارف اعمل ايه، ده المفروض ان احنا رد الفعل على الحادثه اللي حصلت. انا سمعت برضه راي زي حضرتك كده، كان احد الاساتذه كانوا في النقابه واستاذ الرجي برضه كان قال ان فعلا ان مفيش ميديكال ليجل على اي حد ادى درجه او اي حاجه طالما مش متعرف انها بتعمل هايبر سنسيتيفيتي، لان ممكن تحصل معايا حاجه. يعني انا اذكر انا مره اديت عين مجز فلوكساسين اورال، والله كانت هتموت، مجز فلوكساسين اللي الناس كلها بتاخده، وجت تخبط وشقد وحاجه زي كده يعني كانت فعلا. فقال ان مفيش ميديكال ليجل ريسبونسابيلتي على اي حد بيدي حاجه ضايقه او درج طالما مش متعرف ان بيعمل الرجي، وكانوا هيطرحوا القصه دي في النقابه بحيث يتحط قانون بحيث يحمي الناس من المشاكل اللي زي كده بعد حادثه مستشفى الرمد اللي كانت الاسبوعين اللي فاتوا. الاستاذه الدكتوره هدى لها تعليق، اتفضلي. هو انا بس كنت هعلق على حاجتين. في الاول كانت دكتوره هبه كانت بتتكلم على السكين بريك تيست، فعلا رير ان يعمل رياكشن. انا على مع الدكتوره علياء يعني تشهد على الحادثه دي، انا دخلت في رياكشن من سكين بريك تيست من كام سنه،
كانت عندها الريسيرش الرساله بتاعتها وكانت مشرفه عليها الدكتوره سوزان، وكانوا عايزين حد الرجيك يدخل في الريسيرش، فانا تطوعت. بس في التطوع ده يعني، وعلى فكره كل ما تطوع في حاجه بتحصل لي طبعا كومبليكيشن حلوه. دكتوره هبه لما بتقول لازم تعمل السكين بريك تيست في مكان معد، فعلا انا من حسن حظي ان انا وعلياء كنا داخل القسم وجنبنا الحكيمات وجنبنا كل الناس نادت على الدكتوره صفاء الحقي، كله بقى بيجري عشان نوقف الرياكشن اللي حصل معايا. وطبعا عدى، ومش هقول لكم عليها قضت ليله شكلها ازاي معايا انها تطمن ان انا مش هموت. لكن انا فلاكسز ولا سكين؟ بس كل السكين كله على بعضه ابتدى يتنفخ كانك جبتي حاجه نفختيها من في كل حته، وهرش ورا بعضيه، مش قادره اخد نفسي، جريت بسرعه، هي تدخلت بسرعه جدا جدا في كل حاجه ممكن تستعملها، ما جربتش حاجه، على طول ركب كانيولا اشتغلت كل حاجه مع بعضها. برضو حضراتكم في نقطه، ممكن الشخص يحصل له ألرجي من حاجة مرة وممكن ما يحصلوش تاني، ده حقيقي. أنا كنت باخد عن تجارب حقيقية، بستعمل الفاكسين بتاع الانفلونزا مفيش أي مشكلة خالص، في سنة من السنين خدت الفاكسين، تاني يوم أنجينوريتك قديمة في الفيس كله وعناية وكل حاجة اتنفخت. الأكل برضو على فكرة ممكن حاجة معينة، حاجة معينة ما تعملش ألرجي وأنا بستعملها عاجي وفجأة لقيها ابتدت تعمل ألرجي. من ضمن الحاجات اكتشفت الفلامينكو بتاع الأطفال ده، كنت بستعمله في الدايت وأنا عندي إديمة في عينيا كلها ووشي مش راضي أتحسن، وأنا مش عارفة المشكلة فين، اختفى من السوق. تاني يوم قد بدور على الكرتونة فين اللي أنا بستعملها عشان بتساعدني إن أنا مش باكل، مجرد ما وقفتها يوم تاني يوم لقيت كل الرياكشنز اختفت. وكنت على فكرة بستخدم التريتمنت ومفيش فايدة، لأن أنا كل يوم باكل جرعات عالية جدا منه، اختفى. فهي برضو يعني مهمة قوي قوي ان انا اخد بالي من البيشنت واعرف الحاجة اللي بتعمل له رياكشن، وان هي ممكن الحاجة دي تتغير النهاردة بتعمل له بكرة ممكن ما يحصلش. انا مش عارفة ليه يعني رأي الدكتورة امينة ليه ممكن ده يتغير مرة حاجة تعمل ومرة لا، والقصة دي يعني. شكرا. تمام، اتفضل دكتورة. دكتورة هبة. شكرا دكتورة هدى العزيزة. هو حضرتك بص يعني برضو عشان ما نظلمش القصة على بعض كسكين بريك تيست، هي في نقطة مهمة جدا ان انا وانا بعمل سكين بريك تيست ما يحصلش بلين ولا اعمل سكراتش تيست. سكراتش تيست ممكن يعمل كده، كان زمان ده اوبسوليت دلوقتي، ان انا اقوم عاملة ايه تشريطة كده ويحصل ابزوربشن لكمية كبيرة من الانتجينيك ماتيريا، او اعمل انتراديرمال تيست، ده كله معرض فعلا ان انا يحصل لما مكتوب في الانتراديرمال يس وي هاف سام كيسز اوف انافيلاكس. لكن لو اكشوال بريك جاست بريك للايبيديرمز من غير ما يحصل بليدنج بوينت، لا ما اعتقدش ان ممكن يحصل مشكله يعني. ده في الدراسات من غير ما يكون في بلاد نقطه دم طلعت دي حاجه، هو يعني لذلك هو في الليتريتشرز كلها على الرغم من السيفتي الواسعه جدا للسكين تيست لازم يبقى معاك كل العده بتاعتك ازاي تعمل ريفرسال للرياكشن، ده مطلوب يعني. تمام. هو السؤال كان بره السيشن خالص، الشريحه دي كانت بره، ما حدش لسه احنا ما بداناش. هو بس واحنا ان شاء الله بس استاذن حضراتكم الاسئله المكرره انا هعديها يعني عشان بس سيف تايم. واحنا بس بنعمل سكين بريك تيست بيبقى في حالات ريسكي لازم ابقى متوقع انها ممكن يحصل لها انافلاكس، زي اللي عندهم فود الرجي دول ريسكي، اللي عنده دراج الرجي ريسكي، فلازم وانا بعمل الاختبار ابقى متوقع، ابقى خايف ان هو ممكن يحصل له انافلاكس. فبعض الاحيان لما يجي لي مريض عنده انافلاكسز وببقى قلقانه جدا ان ممكن الاختبار يعمل له انافلاكسز، ما بعملوش الاختبار كله على بعضه يعني، ما بقومش حاطه اللي انا عندي مثلا البانل فيها 20 الرجين مثلا واقوم عامله الاختبار كله، لا انا بقوم عامله صف كده الاول واعمله البريك وانا قاعده قدامه بشوف هيحصل حاجه ولا لا، وبعدها كده بقوم ايه عامله ناحيه تانية وعارفه ان ده هيتقرى امتى وده هيتقرى امتى. دي بعض البريكوشنز ببقى احيانا اعملها. في بعض الناس اول ما بعمل البريك بلاقي ايده بتورم،
وبتحصل معايا كتير يعني مش 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 رير لوكال حاجه لوكال كده ان انا ابدا الاقي السكين بدا يحمر وخصوصا لحالات الارتكاريا والحالات اللي فيها انافيلاكس ده بقوم على طول اريا الاختبار وقايله له يغسل ايده مباشره وياخد الانتي هيستامينك بتاعه ما كانش ما بيحصلش سيستميك انافيلاكسز يعني مجرد ان هي حاجه لوكال بلاحظها في السكين حتى كانت لسه في العياده اللي فاتت كنا عاملين الاختبار لطفل وكان يا دوب مكمل 10 دقايق فجت الام تقول ده فيه سيفير اتشنج وايده بدات تحمر قلت للنواب يقروا الاختبار على طول على حالته كده على 10 دقايق وغسلنا ايده على طول وادينا له الانتي هيستامينك بس ما كانش حصل معنا الصراحه سيستميك انافلاكسس خالص فدي بعض البريكوشنز ان احنا ناخد بان الفود الرجي والدراج والانافلاكسس ناخد نبقى منتبهين واحنا بنعمل الاختبار يعني احيانا بسيب باب العياده مفتوح اصلا عشان لو حصل اي حاجه ابقى ريدي يعني خلاص احنا هنكمل ارزا فولوينج ستيتمنت ترو اور فولس لو احنا سحبنا العيان توتال اي جي اي توتال اي جي اي ميجرمنت از نوت يوسفول بروسيدور ان دياجنوزس اوف الرجي حضرتك دكتوره سوزان التوتال اي جي اي نوت يوسفول فعلا نوت يوسفول ان انا اقول بيه ان انا عندي دياجنوزس للالرجي لان هو ده ممكن ان هو يزيد في كذا حاجه ما هواش هايلي سبيسيفيك للالرجي فبالتالي لو زاد في اي حاجه مش علامه وفي نفس الوقت ان هو ممكن يطلع لي فولس نيجاتيف برضو تمام. ويكون عندي الرجي تمام السؤال الثاني لو السؤال بيقول بوزيتيف سكين تيست اور سبيسيفيك اي جي اي تيست تو ان الرجين كونفيرم الرجي تو ذس الرجين يعني لو طلع السكين بروك تيست بوزيتيف ده الفرق بقى بين الاتوبي والالرجي اللي قالوه اساتذتنا في المحاضره والله احنا طبعا ده كنا بنشتغل كده على اساس ان هو هيطلع بوزيتيف يبقى احنا عارفين ان الحاله دي الرجيك هي الحاله دي سنسيتايزد يعني الحاله دي سنسيتايزد للي احنا للالرجين اللي احنا بنعمل بيه البريك تيست لكن ان هو الرجيك ده لازم يكون عنده سيمتومز تمام يبقى اذا الرساله ان لازم يكون في سيمتومز مش معنى ان السكن ان الاي جي اي عالي يبقى خلاص لا لازم يكون في كلينيكال ايه سيمتومز التايبس اوف سكن انا هعديها لحضراتكم عشان اتقالت دكتورة أمينة حضرتك والدكتورة هبة شرحتوا إمتى ما نعملش سكين بريك تيست في حالات السكين ألرجي وأقل من 3 سنوات عشان الطفل مش هيقدر يعبر لو حصل سايد إفكتس مش هيقدر يعبر والديرماتولوجيكال كونديشنز لو ديفيوز عشان لازم نختار مكان كويس ما فيهوش أي ليجنز وفي حالات البريجنسي ما بنبدأش بيها طبعا إيه إلا لو كانت العيان إمتى يا دكتورة أمينة نعمل ري تيست حضرتك قلتيها بس توضح لنا تاني إمتى أعمل ري تيست نعمل اختبار تاني يعني هقول فيلد بعد قد ايه يعني او العيان ما فيش ريسبونس او العرض رجع التاني او كده لو حصل نيو سيمتومز نيو الرجي ما كانتش موجوده قبل كده يعني هو كان طول عمره هو عباره عن برونكيال ازما بيشنت واحنا ماشيين معاه بدا يجي له اتوبيك درماتايتس مثلا ما كانتش موجود او ان هو ما فيش ريسبونس كافي يعني انا عماله اديته 6 شهور اقل مده يعني ما فيش اي مفروض ان انا المس ريسبونس ايه يعني ايه ريسبونس يعني على الاقل هو كان بياخد ديلي ميديكيشن بقى بياخد مرتين في الاسبوع مثلا او كان بياخد الميديكيشنز ما كانتش افكتيف يعني عمال ويزي 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 بالرغم من ان انا مديله ماكسيمم ميديكيشن لا بياخد الميديكيشن بقت افكتيف لازم المس ريسبونس لو ما لمستش اي ريسبونس ما اتحركتش ما تعتعتش اعمل اختبار تاني وعلى فكره ساعات العيان بيعمل ايه اندر استيميشن للافكت يعني هو عاوز كومبليت ريسبونس يجي يقول لك لا انا ما خفتش تبتدي تساله طيب انت كنت بتاخد الميديكيشن بتاعتك كل يوم قبل ما بتاخد الاميونوثيرابي الوقت بتاخدها كل يوم قول لا باخدها بظروفها ده ريسبونس ما تعيدش الاختبار او ان انت تبتدي تساله طيب التاكس بتاعتك كنت انت بتضطر ان انت تاخد استيرويد بارنترال وبتاخد حاجات كتير قوي وتروح المستشفى وتتحقق مش عارف ايه دلوقتي بتاخد ميديكيشن في البيت وتعدي لا ده ريسبونس يعني لازم المس ريسبونس لو ما لمستش ريسبونس وزي ما انا لازم هعيد الاختبار تمام بعيده امتى يعني بكون معدى فتره اقل مده لازم ما عنديش اي نتيجه خالص لمده طويله وابتدي اراجع نفسي هل هو فعلا الرجيك كونديشن ولا هو مش allergic condition يبقى الحاجتين no response او ان هو
ان هو ما هوش فعلا اكشوال الرجيك ديزيز. طيب تمام بالنسبه ماشي يا فندم. ما بعملوش للمتابعه، ما بعملش اختبار حساسيه عشان اعرف هو خف او ما خفش. استاذه الدكتوره اماني اتفضل. هو اصلا الهدف من اعاده الاختبار ان احنا بنشوف حاجه اسمها نيو سنسيتايزيشن، يعني احنا لو حطينا في ذهننا الجمله دي هنعرف امتى بعمل الريتست. هو الهدف ان انا اشوف نيو سنسيتايزيشن، فعشان كده بتبقى في حالات الفيلير وحالات الريلابس بيبقى انا متوقع ان هو ممكن بقى سنسيتايز لحاجه ثانيه ما كانتش ظاهره في الاول، مثلا سافر بيئه ثانيه مكان ثاني للشغل او للدراسه او اي حاجه وبدا يحصل له نيو سنسيتايزيشن. فالهدف من إعادة الاختبار إن أنا أشوف هو بقى سنسيتايزد لحاجة جديدة ولا لأ. فعشان كده اللي بيوقف الإميونوثيرابي بالمدة سنة بعيد له الاختبار عشان كده، عشان بشوف فيه النيو سنسيتايزيشن، كذلك الفيلير والريلابس والحاجات التانية. تمام. هل في دكتوره اماني فرصه نيجاتيف او فرصه بوزيتيف ريزلتس سكين تيست؟ انا بس هسال سؤال للدكتوره امينه والدكتوره هبه. حضرتك احنا بنتعامل مع حاله برونكيال ازمه ماشيه على مينتنانس ثيرابي، حضرتك بداتي تعملي الديسنسيتايزيشن وحضرتك قلتي لو احتاجنا هنعمل ريتست بعد كده مش قبل 6 شهور. يمكن حضرتك الحته اللي قلتيها ان هو بيدخل هوسبيتاليزيشن حصل اكسربيشن خد سيستميك ستيرويد دي اوكي، لكن انا مفروض وانا ماشيه عادي على الديسنسيتايزيشن انا مستمره على المينتنانس ثيرابي بتاعي انا ما وقفتوش، فدي ممكن تخليني انا مش عارفه هو ما هو كان ماشي بس كان بيدخل في سيمتوم. انت هتعتبري مجرد انه ما دخلش في اتاك فهو ده تحسن مش كده؟ هو حضرتك ما فيش اي تعارض بين الادويه والاميونوثيرابي، دي القاعده الاولى. القاعده الثانيه احنا بندي التريتمنت في الاول مع يعني بقول للعيان انت هتاخد علاجك مع المصل لمده شهر لحد ما المصل يبدا يشتغل ويجيب ريسبونس، لانه بيشتغل على الجهاز المناعي فالريسبونس بتاعه مختلف من شخص لشخص، فبقول له انت هتاخد التريتمنت بتاعك لمده شهر وبعد كده يبقى عند اللزوم، لما تتعب تاخده عشان اعرف الاميونوثيرابي اشتغل ولا لا. عند اللزوم ده اللي هو ايه، حتى ايفن لو خدته كل يوم بس انا ابقى عارفه انك انت لو وقفت العلاج ممكن تكمل وممكن ما تكملش، واخد بال حضرتك؟ فهو في الاول بيبقى المينتنس اول ما بدخل بالاميونوثيرابي بيكمل على الدراج ثيرابي بتاعته عادي خالص لمده شهر لحد ما يبدا ياخد الويد مع الاميونوثيرابي، لان ممكن يحصل له كومبليكيشن ويخفف الدوز وكلام من ده، وبعد كده بقول له يبقى عند اللزوم. عند اللزوم دي هي السيمتوم سكور والميديكيشن سكور. يعني انا معنى ان انا قلت له عند اللزوم وانا المفروض ماشيه مش بريليفنج ثيرابي، انا ماشيه بمينتنانس ثيرابي، فهل حضرتك ما تبقيش فيه قلقانه ان انت لما تقومي موقفه، يعني وقفت له كل التريتمنت خلاص بدل هوقف يبقى هوقف، هقول له انك انت يعني مثلا بيجي لحضرتك فورا اول ما يلاقي روحه دخل في اتاك ما بتخافيش ان يدخل في اتاك برضه اتاك تكون سيفير؟ ما هو انا وقفت عليه. لا ما هو اول ما لو حصل له اي سايد افكت بيرجع ياخد العلاج تاني، وفي دايركت كونتاكت، واحنا قلنا لازم يبقى في دايركت كونتاكت مع اللي متابع الاميونوثيرابي الدكتور، وعلى طول انا الواتس بتاعي ما بيبطلش، انا وقفت النهارده وحصل كذا اعمل ايه، وقفت المصل اصلا اعمل ايه. يعني تتوقعوا ان العيان فعلا بيستغنى عن التريتمنت تماما بعد قد ايه؟ انت دلوقتي بتدي الاميونوثيرابي هتدي تو فيسز، يعني هتدي انتنسيف فيس دي مثلا تاخد 6 شهور وبعدين هتعملي مينتنس لمده 3 سنين. في خلال ال6 شهور ده بتجربتي مع المصريين المرضى المصريين لما تخيريه قوي هو بيروح سايب العلاج، سايب العلاج بيدخل في اتاكس او بيتعب، او لما تيجي تعملي سكور للفولو اب بتاعه ما بتلاقيهوش ان هو في احسن حالاته. فاحنا انا شخصيا ما سيبهوش لقراراته الشخصيه، يعني انت في خلال ال6 شهور ده انت ملتزم بالعلاج، العلاج اللي انا كاتباه ده ان ريجولار بيز بيتاخد، صحيح بقى انا اللي بعمل الجراديوال ويزدرول، يعني انا ما عادش عندي اورال استرويد خالص، انا ما عادش حتى الجرعات الثانيه الانهيلر او تقل بقدر الامكان على حسب السيمتومز اللي عندك، عندك الرجيك رينيت لا انت لسه حاطه لها بخاخ، 6 شهور هو ماشي على ريجولار تريتمنت. اتوقع لا ما هي بتختلف طريقه اللي بيحصل ايه. هو طبعا هو ميديكيشن سكور
معمول علشان كده. لكن هو اللي بيحصل ايه؟ البيشنت نفسه لو هو فعلا امبروفد هو هينسى الميديكيشن بتاعته اصلا. يعني هو حس انه هو نفسه هيبتدي بقى ايه، انت حاجة بتصر لا خدها. هو هيحاول في الاول، اول شهر هيحاول تاني، بعد كده هيبتدي يهملها وينسى. ده اللي بيحصل. ليه يقول لا ده انا ايه، انا نسيت اخدها، اصلا انا كويس، طب اخدها ليه، وهكذا. وهو بنبتدي نعرف منه الميديكيشن سكور، هو نفسه اللي بيدخل فيه. يعني مش بتبقى مقصودة قوي، يعني هو اللي بيخش، هو اللي عمله. ايوه. بس ها احنا ده سكسسفول اميونوثيرابي فعلا، هو بيستغنى تماما عن كل الادويه تماما، وتبقى ماضي. يعني برونكيا الازمه بالنسبه له، قلت انا كان عندي زمان برونكيا الازمه، ممكن يقعد سنوات ما عندوش اي مشكله، يجي فجاه قالك ده انا بدا يجي لي سيمتومز، ده بقى تخاف منه وتبتدي تتعامل معاه بقى. هل هتعيد الاختبار؟ هتسيبه شويه، يمكن مجرد فيرال انفكشن، واعمل له اشورنس كده. عدت ما عدتش، وبقت فريكوينت اكسسيربيشنز، وبقى رجعنا من الصفر، ارجع تاني ابتلوا برنامج اميونوثيرابي. احنا بنشكر حضراتكم اساتذتنا الافاضل في المنصه الكريمه، وحرصا على استمرار اليوم العلمي، بس في جلسات كثيره لسه، فكان عندنا اسئله كثيره، لكن نكتفي بهذا القدر. واساتذتنا معنا لو في اي حاجه، الاساتذه موجودين، حضراتكم تسالون فيها. شكرا جزيلا.